السلام عليكم، معاكم الدكتور عصام عنديل. النهاردة هنتكلم عن الخطأ التجريبي. الخطأ التجريبي أو ما يطلق عليه experimental error. إيه هو الخطأ التجريبي؟ تعريفه هو التباين أو الاختلاف بين الوحدات التجريبية اللي طبقت عليها نفس المعاملات اللي طبقت عليها نفس المعاملة. أو التعريف الثاني الفشل في الحصول على نفس النتيجة عند معاملة وحدتين تجريبيتين بنفس المعاملة. يعني لو عملت وحدتين نفس المعاملة بتاخد النتيجة وتاخد القياس أو تاخد الوزن، هتلاقي تلاقي اختلاف بين الايه، بين الوزنين او بين الطولين او بين العينتين في نفس المعاملة، وبالتالي ده هو الفرق بين ده وده، المعاملة دي والمعاملة دي، هيبقى هو ده الخطأ الايه التجريبي او الاكسبيرمنتال ايرور. الخطأ التجريبي بيكمن من مجموعة من العوامل غير المتحكم فيها والكامنة داخل المواد التجريبية. انت بتشتغل على تربة، التربة كلها ليست ليفل واحد او مستوى واحد، في اختلاف في الخصوبة، حتى لو كانت نفس الايه، نفس النوع، في بقعة عالية، بقعة واطية، بقعة خصبة، بقعة اقل خصوبة، وهكذا. الحيوانات، ليست كل الحيوانات لها وزن واحد، ليست كل الحيوانات لها معامل تحويل غذائي واحد، ليست كل الحيوانات بنفس درجة الاستجابة لمعاملاتك اللي عندك. طريقة الحصاد اختلف من مكنة لمكنة، من آلة لآلة، من شخص لشخص، من ساعة لساعة، على توقيت. كل ده الزراعة. ممكن حتى كمان البشر، الإنسان اللي بيقوم بعملية اللي ده المود بتاعه أو الجهد بتاعه، مجهوده، سرعته، بطئه، كل ده يأثر على يدخل في الخطأ التجريبي، الخطأ اللي ايه التجريبي. طيب، هو الخطأ التجريبي مصادره كتير زي ما قلت اهوت. بيجي اهم حاجة في عدم تجانس الوحدات التجريبية. يعني ايه تجانس الهوموجينسي بتاعة الوحدات التجريبية، الاكسبيرمنتال يونت، الوحدة اللي انت هتستخدمها، هل التربة، هل الحيوان، هل الطبق بيتري، هل البوتس اللي انت هتستخدمه، هل الكتكوت، هل البيضة، هل علبة الزبادي، علبة العصير، كل ده وحدات تجريبية. لو ما فيش تجانس هينتج عنه خطأ تجريبي. طريقة التنفيذ، طريقة أخذ السامبلينج، طريقة اختيار التصميم، كل يدخل ده يدخل فيه ينتج عنه خطأ ايه، خطأ تجريبي. كل ما كانت طريقة التنفيذ صحيحة، كل ما كان السامبلينج أخذ العينات صحيح، كل ما يقلل الخطأ اللي ايه التجريبي. ممكن أقلل الخطأ التجريبي عن طريق زيادة دقة التجربة. وزيادة دقة التجربة هنقولها دلوقتي باختصار جدا. زيادة دقة التجربة عن طريق ان انا بزود عدد التكرارات. لما ازود عدد التكرارات، فدايما التكرارات بتبقى في المقام، فكل ما زودت المقام، كل ما قل الباص، كل ما زادت دقة التجربة، كل ما زادت المعنوية عندي. ازود عدد المعاملات، اتفقنا عدد المعاملات لا يقل عن 3 معاملات ولا يزيد عن 8 معاملات. ما تقلش، عشان انا لو طرحت ال n ناقص 1 2 ناقص، لو معاملتين مثلا يبقى 2 ماينس 1 هتساوي 1، يبقى هتلاقي الام اس، الام اس بتساوي الاس اس. اما تيجي تقسم عشان تجيب الاف وتعمل عملية مقارنة، فهتلاقي ايه، هتلاقي عندك بيقلل لك في المعنوية. يبقى المعاملات، ولما تزيد عن 8 يبقى بيحصل في مشكلة. يبقى انا من 3 معاملات 3 تريتمنتس الى 8 معاملات، ما تزودش عن 8 معاملات او 8 ايه تريتمنتس. مهم جدا اختيار المعاملات المناسبة، اختيار المعاملات المناسبة للتجربة بتاعتك.
اختيار الليفل، اختيار الريتس، اختيار الاوزان، اختيار التركيز المبيد. ودايما لما نيجي نشتغل هنشتغل على ريكومندد ليفل، وبعد كده ريكومندد دوز، وبعد كده اخد تو ليفلز اندر وتو ليفلز اعلى، يعني اخد مستويين اقل او مستوى اقل واخد مستويين اعلى او 3 مستويات على حسب. بس يبقى عندك التيست تريتمنت اللي هي معاملة المقارنة او معاملة التيست الاختبار اللي هي ريكومندد بتاعتك، اللي بيقول تركيز المبيد ده كذا، طب انا لو عليته شوية، لو قللته شوية، لو وهكذا، يبقى انا عامل اختيار المعاملات. واختيار المعاملات لازم وانا بعمل عملية التوزيع لازم الفرق بين المعاملات يمشي يا اما بمتوالية هندسية يا اما متوالية ايه حسابية، يعني 2 4 6 8، او مثلا 3 زائد 3 ب6 و3 تبقى 9، يبقى 3 6 9 وهكذا. تمام، نمشي بالايه بالكلام ده. اختيار التصميم المناسب، وده مهم جدا، الراجل المناسب في المكان المناسب. اختيار التصميم على حسب اختلاف على التجربة اللي عندك، على حسب اختلاف الميل اللي عندك. لو انت بتشتغل في فيلد، في اوبن فيلد، او بتشتغل في جرين هاوس، او بتشتغل في معمل، كل يبقى انت على حسب انت تشتغل فين تبدأ تعمل تختيار التصميم المناسب. اختيار التصميم المناسب يقلل لك الخطأ، يزود لك دقة التجربة. زودت دقة التجربة هتقلل الخطأ التجربي. تجانس الوحدات التجريبية بشرط يفضل انك تختار الوحدات التجريبية المتجانسة في أي حاجة، سواء بتشتغل في معمل، سواء بتشتغل على قار، سواء بتشتغل على ماشية، سواء بتشتغل على أرانب، بتشتغل على علوم أغذية، بتشتغل في anyway. يبقى أنا عايز أعمل إيه؟ أختار الوحدات التجريبية المتجانسة. كل اللي فات ده زيادة عدد التكرارات ريبليكيت عندك، زيادة عدد المعاملات تريتمنتس اللي عندك، اختيار المعاملات المناسبة، اختيار التصميم المناسب، تجانس الوحدات، كل ده يصب في الاخر ان انا بقلل الخطأ التجريبي. قللت الخطأ التجريبي زودت مين؟ زودت التجربة. زودت التجربة دقة التجربة، زودت دقة التجربة هيطلع لي نتائج معنوية، هيطلع لي نتائج اقدر اعتمد عليها، هيطلع لي نتائج اقدر اطبقها على رينج واسع او مدى واسع او على نطاق واسع. كده ده الخطأ التجريبي. وطبعا كل تجربة وكل تصميم بيبقى ليه خطأ او خطأين على حسب التصميم اللي انا هقوله. طبعا لما نيجي نتكلم على انوفا هقول ده عبارة عن تصميم كذا، وشكل الأنوبة بتاعه بيبقى كذا، وبتعرض جدول أنوبة بالصورة أنهي أو أفضل طريقة لعرض جدول أنوبة. أشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، ومع السلامة.